وبعد عايز مني ماجي مخلاكم مصباح الخير سنتي زي دندين تنبيلباو زي الشريعة مقرى قناص جرامبيا رادا ستيليا قناة على التيقي المباشر جيج الوقفة احتجاجية تضامنا أم اختوارين جواد أمغار مصباح الخير ماني ماجي مقيد دونيث أمو خي قال أغنية أنتي السلام عليكم صباح الخير أزول ماني متجيم ونشينا قناة أنتي أمو خاكم نيقى بلباو جي الشارع مقران وميقان ثاني إسبانيوت جرامبيا هنا ديري فيين أمو اختوارين عنيني جين أبدية ونيتي حوما أذا سنين عنيني القنصلية من المغرب أخو ماس إجواد أخو ماس المعتقل السياسيين حوما دينين يعني الرأي العام باللي يعرف غانا معتقل سياسيين ونيتي أمختواري من القنصو القنصلية المغرب غاس الرمزية إنس الدولة قتلت بخانية دانيتي بلاد الباسك ولكن كوقفة احتجاجية تضامنية أج أمغار وراء المعتقلين السياسيين نغنيت إبريغن الزجن وخانتي وكتاونزا فغند أذيني لورنسن مرحبا بكم غانا هنا مهمين تو بوبولار ريفينيو دانيتي أوسكاري ريا مرحبا بكم أهلا وسهلا زيت سوا يتورا سيغر دوكرنا نهارا اذا نتيج مجموعة نتسوا امختوريم ناصر زفزافي جلول جواد امغار في نفس الوقت غانا غانيتي مولاي محمد ذي اوترابيث الزفزافي غانيتي ابدي وانيتي السني اللي شاثو مزا السني اللي قصح الحار بنادم يعني هذي يسمح كي الشغري ناس هذي يسمح كي الوغاثي ناس هذي ياس هذي نيستوب لكن عمر زياني نتاز كبريغن مهلقا دائما يشيت وريس وريس نتوز ما ذياتح مدام اي ثماثنا غي ثماس اقان غير حبس اسمو شو ميكروفون يا عمر زياني اذا غنيني خب ديا ولا على النهار خل وقفة يثنتي في نفس الوقت خماغا جواد امغار مين يعني جواد امغار مي مي مخي جواد امغار وسنينا خويا عمر صباح الخير صباح الخير خويا مصطفى عزولي يا ثما غير فيان ميما جام سويت ما ديري فيين عزولي مرة الاحرار كي العالم نهار غاب ديوانيتي يسيد التضامن غاب ومثنا المعتقل السياسي جواد امغار نيجان معتقل كي سجن سلوان كناضو نرى امور داري الخبايض الناطرة ومثنا غير فعال اضراب ينسى عن الطعام نشي نضمن كيداس سواء قال اضراب عن الطعام ولا الاضراب عن الطعام لانه نسن المعاملة يعني المهم مخصنا غنسماه المعاملة جنود النظام وانيت سواء كانوا ذا توسمى حراس السجن ذا العسكر نيغ الدرك نيغ تمسرين المهم النظام وانيت بكل اذياله الا ويتغماغ يعني يديج النظام دموي يديج النظام مجرم قال حق نضعوا الشعب نو ونقع انه هما ثنا جواد يعالج معامله قصح اي ثنا المعتقلين الجميع ناصر الزبزافي جلول نبيل الحاكي هذا شور يغيث المحدال يا عماد وعمارو والجميع ما نتوحد اي ثنا تعالج المعاناه تمقرنت لانه تسنمر خصنا التضييق تعانان خصنا تسنمر حبوسات المغرب مخين الشيخ ما نياوها نشنين ذا براتينا زون سيرو نارا هي غناه نشنين اقن غاك المعتقل اقن غاك يدس اقن غاك القضية نار الحراك نعرف واش شاتون زاني غي شاتو ذفر ني غا اوحني ولا نكور شي ني غا قيمة ني غا يناس مخصن نشنين اقن خرعا ذي نوشن عام زياو اقل قضية الحراك نعرف اقن غاك يثمتنا المعتقلين الى اخر رماق ساشتو يا غي من زما يا خمري ذا زما رختا اتفوت نتحييه شي ولكن من يغي من زمان لذا نتوجه زجز رادي جند براتي النظام نتوجه زجز جند براتي النظام النظام وانيتي المجرم النظام العلوي نقاس ذاكس انه نشنين اقانا صامدين اقانا كي كل الميادين اش نفضح اش نعارى انقيم نفطحي اش انقيم تعارش انقيم يعني انت كذيز مع النو حماق اش نغضر اش نكزل الوجود حماق الشعب
ما مراكوش من مخ جاي كمر اذ يعيش قيرمان اذ يعيش قيرنا سوداي الحريه سوداي يعني اقد كيد مواطنس سالكرامه ينس سالعزه ينس ويجي شي تحت الرحمه الوكلاء الاستعمار المقاني على وين الاذيال نسب. لذا الرساله واضحه سواء راغي ريفين النغ راي النظام وانيتي الرساله النغ قانون شناق الحراك الشعبي الى يعني الى تحقيق كافه المطالب اطلاق سراح جميع المعتقلين ذي الغاء المتابعات كورشي اثماثنا من عاقم دي عورن السيز كثير عورن ذي المتابعات من النظام وانيتي وذا براتي النظام وانيتي انه رينا وتزار عما سكينا اش تنغيك نغدم اش تنغيك كوزوان نغيشيث الا واذا ندافر زداثينك قيم من زما حتى شنك زكوبريد ان شاء الله ما راندا ونتحيا جميع الصامدين نتحيا جميع سواء العائلات المعتقلين سواء المعتقلين سيخ فنسن سواء ايث مثلا نجان قارف نجان توسما تعانى نجل المعاناة تم قرنطق النظام وانيتي لان النظام واغ يعني يتشكالي جنيناث تشكالي جن المرض قل جسد قل الجسد يمزد عند مواطنة مقاسي ومثل جواد امغار الصحفي عند مسينت إيج نشيط بارز قل حراك الشعبي قاريف الموقع عند مسينت مقاس انه وشين انت ثمان انت قدع بزاف الخطوة غير تاخذ البادرة الحسنة غير تاخذ ان ايقاف الاضراب عن الطعام سبدد لانه حما تزعذي وذنينا حما غتيني ذي الدنيا ذكمر انه غي وذنينا يعني شك اقشع عن حسن نية حما يوقع تحسين الوضعية انك تحسين شروط الاعتقال لانه لا يعقل اخت مارس قاع سواء را التعذيب را العزل لازم زنا الانفراديه را الحرمان زا ابسط شروط الاعتقال كالاتصال س العائله فينك نقص الاتصال س الاقاربينك نقص الاتصال س الدكرينك فينا ابسط شروط الاعتقال انه لا يعقل يعني هذاك سندكسن لذا نشي نضمن كيذاك اقنغا كيذاك سي من زما ونتحيا الصمود انك نتحيا الصمود جميع المعتقلين السياسيين كي المغرب سواء الحراك نعرف نغ المعتقلين السياسيين المواقع النغنية نضع البيضاء نغي موكا النغني والسانيتين تيج تحية تم قرانتي هما المعتقل السياسي نور الدين العواج الريسوني عمر الراضي البداحي كورشي مثلا نجانك الاعتقال قسنا نراوز بعد نفكا اسمهم كورشي ولكن نتحية الاحرار ما يمجانك مواثنا مراكوش نتحية غي مثلا يعني الصامدين نتفن واسما تن عسقن قيم نخرع هذه وش نعم زياو اجن تحية تم قرانت ويوزهني ويوزهني اتمنى ان شاء الله اتيري مربدا اتيري مربدا قل ميادين النضال تدي مق الاهل نهم اقض مواطنهم الى غاية تحقيق المطالب نغ تحقيق من الزو قيض مواطنهم ايوزهني عمر زياني سنتي زي بالباو مخدوك من يوم تعيزوني تذهب دي يعني التضامني سنتي وخيوك تونزا وخذ سمد وخغذفر إبريغ المراوشي القسم اثنين قصو فغنا ورمسن مرحبا بكم وانتي زود أمغار مختورين ليبرتاف نيغ ليبرتي الزود أمغار تجد لما من وين تيدا بدي رمزي تضامني يج جودة مغارة المعتقلين السياسيين سنة تيجي بمدينة بلباو وخغنزة وخلصمد ولكن يبرغن فغم غني تيري فيين غني تير بعدي خلي دي مزيغن رشيدية نش العذر غي بريغن زي يين زجيني نذرغن سنة تير تد يعني مصطفى المروتي انت شين ربما 40 سنة زج مصطفى المروتي انت ربما 40 سنة زجومي جدا تيجي قبل باو ولكن عما سنتا حنجرة وانيتي ويتوشي يعني ضمو عثينا سويتوشي المعتقل السياسي ان ترى غاس لا بوسيبيليتي دي حالي قابر المشاريع دي قابر دو داثينا سنة عبعين سنة دو داثينا سنة عذردكس يعني من يعرف ولكن وخم من مصطفى المروتين تيزوج ورينس ويتهني شيء اللي احتضي زاغي ثماس غابارة يعني نجي الزرقة في الحرية اسو شغل مصطفى المروتين ميكروفون مقرس وغايبوش سؤال محدد وإنما عز معصفيرو مصطفى مرحبا بك مصطفى
أزول مرة مريتكم أزول يسمح لي أحضر نهار هذا نتن أزول مرة المتتبعين نرذس مهما نهار مغزارة منزا الشاث تصمد ما نعرف ماذا إني أزفر خجولة من أقارب المحطة الموقع من الجاروخة. رغم ذلك نشني عاود ما بعد الاستشهاد محسن فكري الخامسة يقي عذن نهان يعني نهان السمان ثاني يقي عذن نشني عاود مرة ثانية توجد ذريتين لاستنكار ما يحدث في الريف وفي أبناء الريف، خاصة المضرب عن الطعام جواد أمغار لرفع المعنويات. نقول له يعني نقرص يا خو جواد الصمود هناك يجهد امغا، ولكن نتمناك ان شاء الله تعزز الحل لرفع الاضراب عن الطعام، لان جلاد داخل السجون وغاسكيسو كيسبر فهم لا حوار تسمى ولا يعني ولا شفقه. فلهذا يعني نتندد بشده ما يقع في شبابنا وفي أبنائنا المتواجدين في سجون الذل والعار، ونطالب كذلك بإطلاق صريح جميع المعتقلين وتضامنا معهم على خلفية حراك الريف، من بينهم وعلى رأسهم ناصر الزفزافي ورفاقه. كذلك أخينا غنيتي قبات القنصلية ما روخ بالدماغ القنصو ما صبحوا ديار الشرخ داخل حراك الريف سيور غاس تخيل القنصو اين سير قنصو شرحه سمين توقع يعني جو دمار مربى مو غاس هو شنو ما بعد خمسه ازيد من خمسه سنوات تسمك طازيه خمس سنين الشارع يري عماس الجماهير الشعبيه الحراك الشعبي وزرض الخطاب روخ السؤال اللي تفشيث من غيني القنصو غاس من غيني، لان عذان 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 ديم قرانون نين والو كما تحلنا القضيه الحركه وسمسو فين بو ثماما وفين خفنس المطور تنقي الفساد المطور تنقي كي الحقره كي جميع مارسن خارف يعني جميع التعذيبات جميع يعني مارسن خاصنا واحد سميش يجن التعذيب ديج ممارسه شنيعه. فلهذا الحراك الشعبي الفكره ينسر واضحه ما بعد الاعتقالات تسمى الفكرة الحراكية باين، أما بالنسبة للحوار اللي غتقيم لك شنو الجلوخة شنو السن ما يجي الحوار هو قاتلك الدراري داخل السجون الجلاد الحقير ذني يجى الحوار، أما بعد شنينا وغاسمين غاوش لا يقدمون شيء إلا مجرد آلة مستعملة من طرف النظام العلوي لخدمة السلطة يعني لخدمة مؤسسات الملكية ومن بينها الحكومة الحالية الفاشلة يعني ترخم زيت قدما يوذنا إذا نشو غاس من دغايوكش ونتورا نشو غاي من دغايوكش. فلهذا نشن السن مجا المشكل مقران هو السن نقص فيها عند قسم على يد على سلطة في البلاد هو اللي قسم دواغي غنخاطب نشني ديريكتومو يعني لا نفاق ولا بنات. أما بالنسبة طالما الفرصة غنستعدي تسمى تضمن الدراري المعتقلين السياسيين وغير الريفيين مثلا على خلفية حراك الريف، ولكن كانوا متضامنين المتواجدين حاليا في السجون المغربية يعني من بينهم الصحافة ويعني المعتقلين الرأي العام والمناضلين الأحرار كنور الدين العواج وعادل بداحي و يعني خالد البكيري. مهم بدون استثناء كامل المعتقلين، كما ذلك نتضامن مع الشعب المغربي عامة يعني ما حدث في الأواخر عن يعني في رفض جواز تلقيح أو عن الشعب المغربي يعني انقرص من هنا سنتين انقرص الشعب المغربي شك يعني تخذ الموقف يعني هذه الخطوة مهم ما حدث في السمانة تسمك السمانة في قعدان للخروج إلى الشارع، ولهذا نشجعهم يعني ونتضامن معهم. فلهذا نقول يعني عاش الشعب الريفي وعاش الشعب المغربي عامة. مصطفى المرتي وما تعيزنا تاغما خو مني
اختازي 40 سنة زقومي جاكي بلاد الباسك، ولكن عما سويتو عريف، عما سويتو رماثينس، عما سويتو المعتقل السياسيين. تحية تم قراند يجود مغار الصامد من قرى السنين سنين شنين رغم أونزا رغم أثر إبريغن وشين أول سنين شيث نوال سنين فغر غزنق حمدين الله حمدين ستوب حمدين نعم الكرامة والحرية رادا ستيبي أقضى حمد سناقر. نخلص السلام ما مخي قا غني جون ثم تعزن قال لكم لو خد عذير غي جن اي جن زي زقبري غن تذا مازيغ ثني مازيغ غن سورت مازيغ انتين غير رشيدية رن ثنين الشيث المولسن وسين دب ضامنن اق جوا دمغار ضامنن اق الحراك الشعبية ضامنن اق مولي موحن ضامنن اق ناسي الزفيق اق القضية الريف انتا قا غاسي سوشغ ميكروفون اذي سول بكل حرية باش اديني ميمي علاش تواجو ديني سنتين هارا جي ابو خنوانتي رغم ان زار رغم البرد لما رغم كلش. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه لمجد والخلود لجميع كافه المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا في حراك الريف ويعتقلوا ظلما وعدوانيا، وما يطالبهم الا حقوق شرعيه، ما يطالبون إلا مستشفى وجامعة في الريف، ما يطالبوا إلا جامعات ومستشفى، إلا حقوق بسيطة. الذي يعتقلوا عدوانا في سجون كازابلانكا. السد غديت أما قدام القنصلية العامة للمملكة المغربية باش الناضلة في المعتقلين الحراك الريف والذين الآن تحت لندق يا بحال جواد أمغار إلا بغي يضرب عن الطعام ندرس باش نبداو في وقفة احتجاجية باش أتلقن صراح المعتقلين الذين اعتقلوا ظلما وعدوانيا. والسادة نتمنى جميع المعتقلين أطلقني الصراحة نسن عما قريب وشكرا. إذا ما تعزيزي سنتجي بالباو جرامبيا نقاركم شكرا حسنا بتحياتي ماني ماجين حضان البوليس ولكن البوليس مختارين وزين أحضان إبريغن ما شو سيد الزن إبريغن هنا ميقان ضمغة الحق والقانون تحياتي بصفة عاش الريف وعاش من أحسن إليه أشحفظ سيد عربي شباب تحياتي عاش الريف Thank you.